السلام عليكم يا احلى مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال نتوما وعائلتكم وصحابكم وكل شيء. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بهذه المناسبه بغيت نقول لكم مبروك عواشركم. ديما كنقول لكم مبروك عواشركم في اي فيديو، لكن غير مبروك العواشر، مبروك العواشر. ايوا نتمنى تكونوا يا ربي في احسن الاحوال. المهم هنايا اليوم احنا غادي لبروكسل، خارجين مع الاصدقاء، غادي ان شاء الله باذن الله نتغداو تما. اليوم بهذه المناسبه قلنا نتسارى، واليوم كملت 10 سنين ديال الزواج انا وراجلي. يا ربي دوم علينا فرحه، ويا ربي تخلينا لبعضياتنا وتحفظ لينا وليداتنا يا ربي، وتخلينا ديما مجموعين. بهذه المناسبه هذه حنا خارجين عارضين على صحابنا وغادي خارجين معاهم، نبدلوا الجون، صافي لونطو ما تشوفناش وما خرجناش. ايوا واش غادي نقول لكم؟ قلت لراجلي نخرجوا نبدلوا الجون، قال لي صافي نخرجوا. اصلا سبحان الله جات المناسبه مع هذه المناسبه هذه، قلنا علاش لا ما نخرجوش. المهم اخوتي كما كتشوفوا اجواء بروكسل زوينه بزاف، مشيت ساليتكم في المغازات وريتكم يا سلام داكشي ديال رمضان. المهم هنايا دخلت لواحد المحل كيبيع داكشي ديال الحلوه، مشيت ناخذ غير داك شنو سميتو الطابع ديال الشباكيه، قطعة ديال الشباكية كنت شفتها وعجبتني ومشيت نقلب عليها تما. انا ما جبتهاش معايا من المغرب، عندي غير العادية. المهم قلت نجربها، تقدر تصدق زوينة. المهم كنت كنقلب على دوك البلاستيكات اللي كنجمعوهم في الثلاجة، كندير فيهم داكشي ديال بحال هكا الكاش البطبوط داكشي في البلاستيك، قلت وما لقيتهمش. بحال هاد الكراتون هما بلاستيك يتخشوا في الثلاجة، ما لقيتهمش. المهم هنايا ضربت بكم دويره عنده، كيبيع الكراتان، كيبيع كاع داكشي اللي خاص ديال الحلوه، عنده الكراتان ديال عيد مبارك سعيد، المهم عنده كلشي. صافي هنايا ضربت دويره وخرجت بحالاتي، خديت فكره. حيت انا صراحه اول مره غادي ندخل عنده، ما مول فاش كنمشي عنده يوم يعني من شفته، قلت الحمد لله من شفته من بان ليا، كنت غير دايزه بالصدفه. ديما كنقول غندخل عنده غندخل عنده، هاد المره وقفت حداه قلت الله تا ندخل نشوف شنو عنده. سبحان الله ما نكذبش عليكم، هذيك قطعه لقيت عنده هي اللي بقات وحده، خديتها بستة اورو يعني 60 درهم. صافي هنايا عنده داكشي اللي بغى يدير الحلوه، اللي بغى يدير البانكيك ديكوراسيون، داكشي عنده زوين، اي حاجه مختصه بالحلوه عنده، الشكلاط عنده، الديكور ديال داكشي كيديروا في لي طارت الطوابع، صافي عنده كلشي، كلشي اللي بغيتو ديال الحلوه عنده. صراحه عجبني داكشي، المولات سيليكون عنده، هذوك شنو سميتهم الكراتن فين تدريسي الحلوه، المهم كلشي ديال عيد الميلاد عنده، عجبني عجبني بزاف. المهم كنا بقينا كندورو كنشوفو انا واختي وصاحبتي، كنتسارى وكنشوفو داكشي، قلنا زعما شنو خصنا. زعما ما خديت انا والو، خديت من عنده غير الطابع وخرجت في حالاتي. صافي درنا لكم جولة خفيفة وصافي. المهم ناس بروكسل ما شاء الله كلشي قريب ليهم، كلشي حداهم. حنا لا بغينا نتقداو خاصنا نسافروا، بحالي كنا يعني في العروبية وغادي للمدينة ناخدو داكشي اللي خاصنا. والله لا بعاد بزاف يعني ما حدناش هاد الشيء. شوفوا هادي كدير 27 اورو باش كيزينوا لا طارت، فنة عجبتني انا هذيك البلدية جليليبا والبلدي عجبني بزاف. عجبتني هذه ديال البيسيكلات، يا سلام كدير 17 اورو عروسه ولاريس. عندهم الديكورات زوينين، عندهم هادشي ديال السبوع ديال البيبي ديال البنيسات والوليدات، هذه الرضاعه. المهم عندهم لو شوا ديال لي زانيفيرسير، حتى هما عندهم هادو ديال السيليكون، عطا الله ما يدار في هاد المحل. عندهم حتى النكهات، نكهه اللوز، عندهم الطوابع ديال السيليكون هذوك اللي كنزوقوا بهم الوريضات حتى هما عندهم. المهم كلشي كلشي، اي حاجه بغيتوها في هذا الفيديو غتلقاوها، اي حاجه ديال الحلوه، حتى هذوك ديال ماغنوم عندهم ديال كيصايبوا دابا في السيليكون. انا ديجا خديت هادو منشين دابا، واخا شتهم ما زيتهمش، كنت ديجا خديتهم مازال عندي. غير هذه عمليه فيها بزاف، اللي خديت منشين فيها غير 6. المره الجايه نشارك معكم مشتريات ديال شين، الله ما يدار في شين، فيها الحوايج زوينين صراحه، المعنات زوينين فيها. شي نهار غنشارك معكم داك المشتريات اللي شريت منها،
ايوا المهم انتم اخوتي ضربت معكم دويره خفيفه، مازال ندخلكم لواحد المحل واعر واعر. هادو العويدات تاع داك ماغنوم اللي كديروا في الحلوه زوينين، بغيتي الغوز بغيتي الترونسبارون بغيتي داك الزريرق، كاين لو شوا شون فنين. وهادو انا كنت خديت بحال هادو من شين، ربعه بحال هادو، ما هادوك بحالهم وما خديتهمش بواحد الثمن، خديت شي 30 درهم ولا 20 درهم ماشي بزاف. هذا السيليكون ديال البليغه وداكشي ضربت غير دويره خفيفه وصافي، بغيت نشارك معكم هذا المحل. المهم انتم اخوتي معايا اخوتي. هنا هزيت هاد ويلي قلت لكم كسكس، بغيت نقول لكم هاد ويلي هاد الشطراجم مشات لي كاع الهضره. هذاك كيغربلو بيه الغربال ديال الحديد هزيته داري له 13 اورو، بزاف 13 اورو، وما نعرف عاوتاني يكون شي ماركه زوينه ما كيتصدى ما والو، داكشي علاش غالي. المهم انايا غير وريتكم داك الغربال، داكشي علاش حبست وريتكم الغربال. عندهم كلشي داكشي كاع اللي كيتعلق بالحلوه وداكشي عندهم. هانتوما دوك المولات صغيورين دايرين لهم 19 اورو، يعني قريبه 4000 ريال.
يعني بالدرهم 200 درهم، قريبة 200 درهم. صافي هنايا ضربت الدويره شفت داكشي وقلت علاش لا ما نشاركوش معاكم. المهم انتم اخواتي بقاو معايا، مازال غادي نخرج من هذا المغازه نديكم مغازه اخرى. صراحه ما صورتش لكم مغازه ديال التمر ومنين خديت العسل وداكشي، المهم حيت كاين بارتو داكشي يعني ماشي ضروري غنصور مغازه مشيت تقدي التمر وداك التخربيق. يعني ما قلت راه كلشي تبارك الله موجود في اي بلاصه كاين العسل والتمر، داكشي علاش ما شاركتش معاكم. شاركت معاكم غير شي ديال المعلم مهم. المهم انتم معايا اخوتي. المهم اخوتي هاد المغازه اللي دخلت لكم ليها واعره بزاف، ميزو دو اورينتي واعره بزاف وزوينه فيها المعناس. ديجا انا كندخل ليها ديما، صورتها لكم هي واحد المغازه حداها في الصف اللي قدامها حتى هي خطيره. المهم انا قلت نشارك معكم البريردات والكيسان المعناس تاع رمضان، حطوا داكشي جديد وداكشي زوين وانت تبارك الله ما شاء الله خضرنا عويناتنا كما كنقولوا. اللي ما شريت نزه، ماشي ضروري نشريو، الانسان يمشي على قد الجيب ديالو، عندك شري ما عندكش ما تشريش. المهم ماشي غير ما نشريوش ما ندخلوش نشوفو ولا ما نساراوش ولا ما نبدلوش الجو. علاش لا ما نبدلوش الجو؟ علاش لا حنا ما نخرجوش؟ المهم تقدري تكوني كاع ما ناويه تشري ويكون عندك واحد شويه في الفلوس في جيبك، تقدري تشري مره كيسان مره طبيصلات كل مره وشنو، ماشي ضروري حنا غنشريو كلشي بدقه. بعض المرات ما كيكونوش عندنا الفلوس سبحان الله العلي العظيم، بعد المرات ملي كنكونو ناويين نشريو الحاجة ما كنشريوهاش، وملي كنكونو ما ناويينش كاع نشريوها كنصدقو شاريين. وسبحان الله داك الفلوس اللي كنكون واخد غادي نمشيو نتقداو بهم شي حاجة أخرى كنصدقو خاطرينو في الماعن. إوا ما تمشي غير في مساك الله. أنا ما نكذبش عليكم ما شريت والو، شريت واحد كويستات غنوريهم ليكم من بعد في واحد المكازا أخرى اللي قدام هاد المكازا، حيت هما نفس المكازات في شارع واحد. يعني عندهم داكشي خطير اخوتي خطير، داكشي زوين مع دابا وقيله رمضان دخلوا الجديد، دخلوا داكشي زويون معنات زويونين. كيسان ديال الفلون كيسان ديال الاتاي دايرين فيهم برومو ب 15 اورو، وكاين ما يدار. انا بعدا عجبني الحال داك النهار فواش صراحه ما نكذبش عليكم. هذه لاطاخت قلت لهم انتم شوفوا هي لاطاخت درتها بمناسبه ديال لقيتها سبحان الله تما بمناسبه ديال الزواج ديالي 10 سنين وديتها ليهم ماشي شقاتي ماتوا بالضحك اشدين فيا. ايوا عطيتها لراجلي هو يديرها ليا فوجي قال لي شتي كانت بصح كنجلختها لك اليوم فوجك. ايوا شتي شتي الجزاء ديالي، ايوا هذا هو الجزاء ديالي. ايوا غير كنضحكوا صافي غير كنضحك معاكم، راه كاين كيضحك معايا يعني ماشي قال لي بصح. المهم في اطار كيقول لك في اطار المستملحات. ايوا المهم اخوتي عندهم تريات ديكوراسيون داكشي يا سلام. المهم قلت علاش لا ما نشاركش معاكم، ديما انا كنبغي نشارك معاكم المعينات والديكورات. ايوا المهم انتم اخوتي بقاو معايا، ما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيو الفيديو وتدعموني بشي كومونتير زوين بحال وجهكم الغزاله. شكرا لكم بزاف بزاف. اللي ما مشاركش في القناه ديالي يدخل يشارك يدير اسماء من بلجيك ويشارك في القناه ديالي يدير ابوني. شكرا لك بزاف اللي كتشوفوا هذا الفيديو، شكرا لكم البنات، شكرا لكم حتى الدراري، شكرا لهم الميمات حتى هما، شكرا لهم اللي خطيكم علينا اللي يخلي لكم والديكم يخلي لنا حنا والدينا. شكرا لكم بزاف من هذا الفيديو.
ميم اخوتي حنا خرجنا من داك المكازا الاخرى ودخلتكم لهاد المكازا ديال كوكو هوم واعره بزاف ما نكتبش عليكم، جايبين كل شيء زوين عندهم. عرفتي شنو اللي عجبني هنايا بزاف؟ هما البنادر. عرفتي بنادر قليل، فاش كتلقاي شي واحد كيبيعهم قليل قليل بزاف. عرفتي ما شاء الله ما شاء الله هاد الحانوت عجبني بزاف بزاف، فيه البنادر، فيه الغاسول البلدي، فيه كلشي كلشي، فيه لاكار الفاسي، فيه الطواجن، فيه الماعن غزالين، اي حاجه اي حاجه ضنيتوها في راسكم غتلقاوها هنايا. فيه الماعن اشكال وانواع ما شاء الله، البرارد، فيه داك اش كيقولوا لهم هادوك يا ربي، لي ناب تاع الطبله، فيهم هادوك لي ناب تاع الصغيورين تاع الكيسان وديال البلاطو هادو اللي فيهم رمضان مبارك، فنيونين حمقوني وثمن رخيص 5 أورو. عرفتي فنين ما نكذبش عليكم، داكشي غزال. انتم يا سيدي يا لالا البندير، انا زيت البندير كنطبل، درت بحال اللي تقولوا في السوق كنجرب البنادر واش هما هادوك ولا لا. واش نقول لكم، كاينه حتى الحنه ما شاء الله، كاين الطيافر، كاين الطرابش ديال الختانه، كاين البرودوي ديال الشعر، كاين اش نقول لكم، ما نقدرش نقول لكم كاع شنو كاين تما، كلشي كلشي كاين كلشي. انتم الحنه، الدربوقه، الغاسول، كلشي كاين اللي بغيتوا تلقاو في هذا الحانوت. ايوا اختي انا تما واحد الكويسات فنين ديال الحليب والتمر، انا غنوريهم لكم دابا. ايوا المهم اخوتي اش نقول لكم، نتمنىكم تزوروا هذا الحانوت هذا، انا ما كنعرفوش صراحه، اول مره غادي نمشي عنده، ولا وقيلا فايت ماشي عنده ما رديتش له البال، الله اعلم بصح هادشي عنده ديال المعان، واش بدل الديكور وما رديتش البال. انا ما نكذبش عليكم ما كنعرفوش، وبنين دخلت هاد المره عجبني بزاف بزاف، حيت اصلا الحوانت كيتشابوا وديما تبارك الله كيدخلوا جديد، ولكن عجبني 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 المعنى، عجبوني البرودوي، هادو البخاخات تاع العود زويونين. انتم الطويجنات كيحمقوا، داكشي غزال غزال، البلاطويات، البراريد، السواني، داكشي ديال البخرات، المهم اي حاجه بغيتو غتلقاوها في الحانوت. العكر الفاسي، شنو يعني ما قلتلكمش، الطواجن في الاشكال والانواع، المهم كيسان في الاشكال والانواع، السيليكون، اي حاجه بغيتوها في المحل غتلقاوها. وصراحه عجبني بزاف الحانوت، مكرتكمش كندوركم. انتم اخوتي القصاري، بلاطويات، الديكوراسيون، داكشي غزال ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. المهم اخوتي اش نقول لكم، انا ضربت بكم دويره باش تشوفوا، اللي بغى العنوان ديالو غتلقاوه في صندوق الوصف، غنكتب لكم كاع العناوين تما. بعد هاد الحوانت اللي مشيت لهم راه في نفس الشارع، من غير داك الحانوت الاول ديال طوابع الحلوى وداك الشيء، هو اللي ما كاينش في نفس الشارع، حتى هو ان شاء الله نقيد لكم الشارع ديالو في صندوق الوصف. المهم هذا راه قريب تما حدا لاكار، ماشي بعيد بزاف. المهم انتم الطويجنات، انتم المغرب جات عندنا، المغرب يا سلام، المغرب جات عندنا، اصلا بروكسل دايره بحال كازابلانكا، ولكن اش نقول لكم هذا المحل هذا والله الا بحال اللي كانت ساره في المغرب. ايوا شنو ما بقى والو المغرب. المهم يعني كلشي 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 فيه، كلشي فن، كلشي زوين، المعنى عجبوني، تباصل في الاشكال والانواع. واخا هي ما نوصف لكم، ماشي بحال ما مشيتو شفتوه. المهم باش اللي يحتاج شي حاجه كيلقى، ما كيبقاش يتعذب يقلب هنا وهنا وهنا وهنا، هنا تقدري تدخلي تقدي كلشي وتخرجي في حالاتك. ايوا المهم انتم اخوتي معايا، بقاو معايا، انا كنوريكم كلشي، وريتكم القصاري كيفاش كتشوفوا، وريتكم حتى دوك التباصل ديال الحوت، يا سلام على شكل حوته، وريتكم الصواني بالرجيلات، وريتكم هادو ديال الكيسان ب ما هادوك دياولهم، المهم سوينيات صغيورين، المهم بزاف. انا كندير شي حاجه كنقول لكم شنو، لا ديكوراسيون، انتما الطواجن هذا راه كيدير، ما كنعقلش على الاثمنه، هذا كيدير شي 20 أورو، وهذاك 19 أورو، 15 أورو، يعني كاين من الرخيص للغالي، ماشي كلشي غالي وماشي كلشي رخيص، كل حاجه وثمنها.
هما الطواجن راه غاليين، هذا ضروري غيكونوا غاليين، ماشي بحال الثمن ديال المغرب، الثمن ديال المغرب كيكون رخيص. المهم اخوتي انتم كما كتشوفوا صورت لكم كل شيء، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، نتمنى تشاركوا في القناه ديالي، تشتركوا في القناه ديالي وتشاركوا. ديما كنبقى نعرفش بعض المرات كتخرج لي شي هضره كنبقى نقول هذه منين جبتها منين جبتها. المهم كنتمنى ديروا لي ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا لكم بزاف بزاف، ديما كنقول لكم شكرا، عمري غادي نسالي من شكرا، حيت ضروري تشكري الانسان اللي كيعاونك واللي كيتفرج فيك. المهم اخوتي هاد الكيسان هما اللي خديت جوج فنين فيهم القلوبه غزالين صراحه، انا هادو كنعطيه فيهم لولادي اتاي، ولكن هاد العام هادو عجبوني هاد الشكل هذا، قلت غادي نعطي فيهم الحليب والتمر، نحط فيهم الحليب ان شاء الله في رمضان، الا جاو عندي هكا الناس ولا عندي شي واحد نستقبلهم بالحليب في هذوك الكويسات صغيورين. حتى مول الحانوت قال لي هادو راه كيصلحوا للحليب، انا كنتفكر كنت فاش كنا صغار كانت ماما كتعطينا فيهم اتاي زعما على قد الشده ديالنا. صافي تما خديت جوج باكيات هما اللي كنت خديت. المهم انا اخوتي صافي حنا خرجنا غادي نمشيو ان شاء الله باذن الله، دابا غادي نتعشاو ايوا وكنصور لكم الاجواء ديال بروكسل، انتم بقاو معايا اخوتي. المهم اخوتي صورت لكم لقطات من الفيديو في ريستورون دايري الشام خطير والله ما نكذب عليكم، دقتو اول مره غادي نجي عندو، عاتي عندو الماكله واعره، عاتي مقبلات خطار، عندهم شلاضه زوينه بزاف، حتى الشيف رول كيديروه خطير. شوفوا انتم درت لكم قبل وبعد، هنا راه حتى سالينا صورت في الاول وصورت في الاخر، شنقول لكم والله الا ما شاء الله كيعطيكم داكشي ميكس
يعني مخلط واعر واعر ما يكتبش عليكم. داكشي بحال اللي كتاكلوا في المغرب، بحال اللي كتاكلوا في المغرب. واحد البنه يا سلام كيديروا داكشي على الفحم هادو السوريين، حتى المطعم والجلسه وكل شيء زوين. كتحسي براسك ماشي في ريستورون في اوروبا، صف براسك في شي بلاصه واعره. المهم انايا سالينا العشاء، مشينا هنايا لاطونيوم، مشينا ضربنا دويره. اش نقول لكم، كان واحد البرد، عرفتي واحد البرد، واحد البرد. قلت اش لما نصورش معاكم واحد الجو زوين، وين كانوا الناس؟ كيجيو ديما الناس هنايا بزاف في البرد وفي الصيف، خصوص في الصيف وفي رمضان كتكون عامره الدنيا هنايا. المهم انايا جبنا الوليدات يلعبوا شويه، من بعد ما لعبوا هكا صافي صافي رجعنا في حالاتنا. ولكن رحنا شي ساعتين وحنايا هنايا كيلعبوا الدراري، جبنا لهم الالعاب ديالهم وما كيلعبوا. صافي ما كنتش عليكم، واحد البرد داك النهار، واحد البرد، واحد البرد راه كيطير. ايوا لكن شنو نقول لكم، ماشي مشكل. واحد مره مره علاش لا ما يصبرش، خلي وليداتي يلعبوا. اصلا وليدات ما كيحسوش بالبرد، كيتلهاو غير في اللعب. شوف الاجواء شحال زوينه ما شاء الله. شنو نقول لكم، واخا الغربه صعيبه صعيبه ما كنتش عليكم، ما فيهاش احساس بالحياه بحال المغرب. مغرب زوين والله، ما كاين ما فحال بلادك، كيقول لك بلادك 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 ولا بلادات الناس. ايوا الحمد لله على كل حال، ولكن طرفت الخبز ما عندنا ما نديرو. الخبز هو اللي جايبنا لهنايا، وما كانش الخبز ما والله ما نجيو، ما نكذبش عليك. ايوا الحمد لله على كل حال، الحمد لله كل واحد واش مكتب ليه ربي. الحمد لله الانسان يحمد الله ويشكره، الحمد لله يا ربي لك الحمد. المهم شنو نقول لكم، شاركت معكم شويه الاجواء ديال برا وصافي. المهم انتم خوتي بقاو معايا حتى لخرت الفيديو. المهم ما بقى والو اصلا، بغيت نقول لكم بسلام عليكم وشكرا لكم بزاف بزاف على مشاهده الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو باش يوصل لبزاف ديال الناس. مهم باش القناة ان شاء الله تطلع. المهم انايا صافي ضربنا دويره ولعبوا الدراري، وحنا شادين الطريق ان شاء الله باذن الله لديورنا. المهم اخوتي كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف، وتصبحوا على خير وبسلامه عليكم ان شاء الله فيديو اخر. ايوا هادشي اللي كاين.